لكن الآن معانا عبر الهاتف الباشمهندس محمد عثمان بلولة. نحن بنحييه، ناس الاتحاد بيعتبروه سفير وهو عالم ومخترع سوداني. بنحييك ومرحب بك وأنت تتواصل معنا في هذه الحلقة، وعبرك أيضا تحية لكل أصحاب التحديات وللأشخاص ذوي الإعاقة. مرحب بك يا باشمهندس، تفضل. يا مرحب وأهلا بك، وأنا سعيد الليلة أنه أكون معاكم في قناة الخرطوم. الحقيقة أنا جاي في زيارة يعني سريعة، وإن شاء الله اليوم الليلة هرجع للإمارات في زيارة كانت مدتها أسبوع، عشان نجي نشوف اللي هو نعاين، يعني نشوف نكون من قريبين من المعاقين هنا ونبدأ نعايش مشاكلهم. والحمد لله في الفترة اللي فاتت كان لي يعني زيارات لهم، حاولت إنه أشوف المشاكل اللي بواجهوها، لانه الاستاذ يعني زارونا في الامارات هناك، وكان يعني كانت في البدايه عاوزين نشوف يعني كتوصيات للاحتياجات المعاقين هنا والحاجات اللي بتنفع مع البيئه السودانيه. فحاليا جيت يعني شفت المشاكل اللي هي بتواجههم في العجلات وفي المواتر المعينات الحركيه للمعاقين، والحمد لله يعني سجلت الحاجات دي كلها، وان شاء الله اليوم برجع الامارات وحد ان شاء الله نشوف كيف نقدر نوجد يعني نوجد توصيات ونوجد حاجات تقدر تخدم ان شاء الله اخواننا المعاقين. طيب باشمهندس، نحن بنحييك وبنحيي كذلك كل السودانيين في الامارات وفي دول المهجر، لكن يعني لابد من سؤال وهو ملح جدا. يعني الى اي حد كانت هنالك اسهامات فعليه وحقيقيه وعلميه كذلك من ابناء هذا البلد؟ هذه الإسهامات انعكست إيجابا وخدمت قضايا الإعاقة في هذه الدول التي تجولتم فيها وعرفتموها، بدليل أنكم عدتم إلى أرض الوطن لبعض أمركم الذي يتعلق بالإعاقة، وهذا يعتبر نقل تجارب وتصحيح لبعض الأمور. فدعنا نتحدث يعني عن إسهامات السودانيين في الخارج في هذا الجانب. هو فعليا الحمد لله كان قبل شهر بالضبط تم تنصيبي اللي هو سفير لاتحاد المعاقين، وفي الفترة دي بدأت شفت المشكلة الأولى إنه في تقريبا 28 ألف معاق موجودين وفي الاتحاد موجود، ولكن للأسف يعني أنت بتعرف إنه المعاقين يعني بواجهوا مشكلة التنقل بتكون مشكلة كبيرة لهم. فالحمد لله قدرت أحل الحاجة دي بإنه عملت موقع إلكتروني اللي هو أول شيء اخترنا اسم اللي هو سودان NUD، تمام؟ فعملنا موقع إلكتروني اللي هو www.sudanud.com. الموقع ده بوابة إلكترونية حتجمعنا إن شاء الله بالأخواننا المعاقين، وكمان حنقدر نصل لهم وهم حيقدرون بالإضافة إن الاختيار الاسم سودان NUD ده عملت له والحمد لله كان صفحة في الفيسبوك، صفحة في الانستجرام، صفحة في التويتر، كمان حساب في اليوتيوب. الحمد لله غيرنا عملهم رقم ما عندهم قدرة انه يتواصلوا لوسائل التواصل الاجتماعية دي، حنقدر نجمعهم اول حاجة عن طريق الواتساب وندخلهم في وسائل التواصل الاجتماعية. بالاضافة الحمد لله تم يعني حددنا لهم رقم ثابت، فكده هسه حتكون في سهولة ان شاء الله في التواصل بيننا وبينهم. وان شاء الله الحمد لله بدينا اليوم، كنت في زيارة الى مصنع او تاجر الاطراف الصناعيه الاطراف للمعاقين، والحمد لله في تجاوب لقيت يعني من عدد من الجامعات وعدد من المؤسسات البحثيه والعلميه، وان شاء الله نتوقع انه يكون في نتائج مرضيه ونتائج طيبه في الايام الجايه. شكرا جزيلا السفير المهندس محمد عثمان بلولة، سفير المعاقين. نحن بنحييك، ويعني سعدنا بهذا التواصل ونرجو أن ينعكس ذلك إيجابا. بنك أم درمان الوطني جديد.